السلام عليكم. منذ تحرير عدن والمحافظات الجنوبية من ميليشيا الانقلاب قبل عامين، والمواطنون في هذه المحافظات يعيشون وضعا معيشيا صعبا على مستوى الأمن والكهرباء وكافة الخدمات الأساسية الأخرى. ورغم إعلان عدن على عاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية وعودة الرئيس والحكومة إليها، إلا أن الوضع لم يتحسن بالقدر المتوقع رغم الإنجازات الملموسة للحكومة والسلطة المحلية فيها. صباح اليوم خرج العشرات من المتظاهرين الغاضبين في عدن وقطعوا الطريق المؤدية إلى مديرية كريتر احتجاجا على تكرار انقطاع الكهرباء. فصل الصيف على الأبواب، ومع اقترابه تشخص أبصار أبناء المحافظات الحارة نحو أبراج ومولدات الكهرباء، ففيها بردهم وسلامهم، وفي انقطاعها كربهم وتصاعد معاناتهم ومعاناة المرضى والعاجزين منهم. محافظ عدن عقد أمس الأحد مؤتمرا صحفيا حمل فيه حكومة بن دغر مسؤولية ضعف الاستعداد لتشغيل الكهرباء، والتي وصلت ساعات انقطاعها هذه الأيام لأكثر من نصف اليوم. وتعقيبا على ذلك، صرحت حكومة بن دغر أنها لم تألو جهدا في صيانة ودعم وتموين الكهرباء بالمواد البترولية، وذكرت أرقاما كبيرة قدمتها لدعم كهرباء العاصمة عدن. وقال تصريح الحكومة إن على السلطة المحلية التركيز على الإشراف والتنفيذ. لم يعد خافيا أن هناك فجوة إدارية تكتنف أداء المحافظات وأداء السلطة المحلية بعدن، إذ يبدو التكامل والتنسيق ليس في أحسن حالاته بين الحكومة والمحافظ. وبعيدا عن ذلك، يصرخ المواطن المختنق من الحر: هل سيكون هذا الصيف بكهرباء أم لا؟ أعزائنا المشاهدين، نحن بدورنا نعيد تكرار تساؤل المواطنين ونضعه على طاولة الحكومة والمحافظة: هل سيكون الصيف القادم بكهرباء يا حكومة بن دغر ويا محافظ؟ إذن حول معاناة المواطنين من سوء خدمة الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى سوف تكون حلقتنا لهذا المساء. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. لا شيء يسر عدن كلما اقترب موعد حلول فصل الصيف، وهي المدينة التي بات الصيف يشكل فيها كابوسا مقلقا للسكان نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة واستمرار انقطاع خدمة الكهرباء التي تشكل رئة عدن وبقية المحافظات الساحلية. عرفت اليمن الكهرباء أول مرة في عدن عام 1926 عندما أنشأت سلطة الاحتلال البريطاني أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حجيف، وكانت عبارة عن محطة بخارية بطاقة 3 ميجاوات بهدف تلبية احتياجات القاعدة العسكرية البريطانية. مع بداية الثلاثينيات تم بناء محطة أخرى تعمل بوقود الديزل بطاقة 1 ميجاوات لنفس الغرض، إضافة إلى مد خطوط الشبكة للمواقع القريبة من محطة التوليد لأولئك الذين كانت دخولهم النقدية تسمح لهم بالحصول على هذه الخدمة. غير أن المدينة التي شهدت أنوار الكهرباء لأول مرة في القرن الماضي لا تزال تبحث عن النور. صيف عدن وسؤال الكهرباء يتجدد كل يوم كلما اقتربت المدينة القريبة من بحر العرب من فصل الصيف الذي يحول المدينة وبقية المدن الساحلية إلى ما يشبه الجحيم، خصوصا في المنازل التي تفتقر للتهوية الجيدة داخل الأحياء المزدحمة بالسكان. الفجوة الحاصلة بين الحكومة وقيادة محافظة عدن وتأثيرها على الخدمات وأداء السلطة التنفيذية تلقي بظلالها على الخدمات المتصلة بيوميات المواطنين في ظل الاتهامات المتبادلة بين السلطة دون ما حلول جذرية للمعاناة التي تتجدد مع غروب شمس كل يوم. مستوى الخدمات في عدن وبقيات المحافظات المحررة وأسباب إعاقة توفيرها بالشكل المطلوب تظل العنوان الأبرز بالنسبة للمواطن الذي ينتظر حضور الدولة من خلال الخدمات والجانب الأمني أكثر من انتظاره الخطابات والتصريحات وحديث السلطات لعدسات الكاميرا. شهدت المدينة خلال الفترة الماضية تجاذبات واتهامات متبادلة بين السلطة المحلية ورئاسة الحكومة في ملف الكهرباء والخدمات، وهو ما يعكس حالة من عدم الانسجام في فريق يفترض أنه يعمل جنبا إلى جنب من أجل خدمة المواطنين. ليبقى السؤال الأهم: هل ستشهد عدن وبقية المحافظات الساحلية المحررة صيفا مختلفا هذه المرة بوجود مستدام للكهرباء لتقدم السلطة رسالة اطمئنان للمواطنين عن حضور الدولة التي يدفعون تضحيات ضخمة في سبيل استعادتها، أم أن المعاناة ستستمر لفصل آخر؟
مشاهدينا الكرام، سيكون معنا لمناقشة هذه الحلقة الأستاذ فتحي باللزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد عبر سكايب من عدن، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة تحرير. أهلا بك أستاذ فتحي، وبداية يعني كونك مطلع على مسألة كهرباء عدن وتعيش هناك، نود أن يعني تشرح لنا وضع الكهرباء حاليا، كم ساعة تعمل، كم تنقطع، ما هو الوضع بشكل عام؟ الحقيقة أنا أتحدث هذه اللحظة والكهرباء منقطعة أساسا، وأجواء المدينة في حالة من الحر الشديد. وضع عدن للأسف الشديد كمدينة حررت قبل عامين من اليوم، وضع مأساوي وصعب. الكثير من الناس أو الغالبية العظمى من الناس في عدن يعانون ظروف معيشية صعبة، هذا في البداية كوجهة أولى. لكن الصيف الحالي ومشكلة انقطاع الكهرباء للأسف الشديد جعلت من الحياة في مدينة عدن حياة صعبة للغاية جدا. وضع الناس للأسف الشديد المادي لا يقوى على مواجهة شراء تكاليف أو توفير تكاليف طاقة شمسية بديلة أو تغطية نفقات مولدات كهربائية خاصة. لذلك في الآلاف ربما بل مئات الآلاف من الناس في عدن يعيشون في ظروف جدا جدا مأساوية. هناك آلاف من الأسر تعيش في أجواء خانقة في عشرات الأحياء المختلطة بالسكان. عدن للأسف الشديد تعيش وضع صعب للغاية. الناس تناشد الحكومة، تناشد السلطة المحلية، تناشد دول التحالف، تناشد العالم بالتدخل لإنقاذ هذه المدينة. مشكلة لكي نكون صادرين وليست مشكلة إدارة اللواء الزبيدي كمحافظ لعدن، وليست مشكلة السلطة المحلية في الوقت الحالي، لكن هذه المشكلة الكهرباء هي مشكلة متعاقبة منذ سنوات مضت، وللأسف الشديد كل الحكومات المتعاقبة لم توجد حل حقيقي لهذه المشكلة. كل الحلول التي طرحتها الحكومة حتى قبل الحرب كانت حلول تقطيعية عبر شراء الطاقة المشترى، ومن ثم عبر تأجير بعض المحطات وصولا إلى حالة الأجل التي نحن عليها. لذلك فإن أي حل لمشكلة الكهرباء إذا لم يكن هناك حل جذري لهذه المشكلة فنحن سنفيق الصيف القادم على كثافة أكبر وهكذا حتى سنوات قادمة. نعم، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي كما تفضلت، وربما يعني قرأت معلومة قبل أيام بتسجيل أول حالة وفاة بسبب الحرف الحديدة، لا أدري مدى دقة هذه المعلومة، ولكن طبعا يفترض أن يتم تلافي مثل هذا الأمر وألا تتكرر أو تسجل أي حالة لا سمح الله في عدن، خاصة يعني ونحن نعلم مدى شدة الحر الذي يعني يصيب المناطق الساحلية. طيب أستاذ فتحي، يعني بحكم أنك حضرت المؤتمر الصحفي ولمحافظ محافظة عدن، تابعت رد الحكومة أيضا، برأيك أين تكمن المسؤولية؟ يعني إذا كل واحد يقول هذه مسؤولية سين وسين يقول هذه مسؤولية صاد، بالتالي المواطن هو الذي يضيع. الحقيقة أن المسؤولية الكاملة في الأساس الأول هي تلقى على حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن بغداد، لكن أيضا أول ما نتحدث عن مسؤولية الحكومة لا نستطيع أن نقفل واجب السلطة المحلية كسلطة تنفيذية في عدن. الواجب المشترك بين السلطة المحلية وبين إدارة بن بغداد يجب أن يكون واجب تكاملي بين الأطراف في العمل لأجل إنقاذ الناس في عدن. هذا الواجب الحقيقي والضغط الصحيح الذي كان يجب ان تعمل فيه الحكومه بالتعاون مع السلطه المحليه، لكن حاله انقسام وهذه حقيقه لا استطيع او اي طرف يمكن يستطيع انكرها، حاله الانقسام بين الطرفين، حاله المكايده، حاله الصراع السياسي انعكست بشكل كبير على ملفات كثيره بين الامن والخدمات العامه. حينما نتحدث عن قطاع الكهرباء المشكلة هذه قائمة قبل سنوات، وكان يجب خلال فترة الشتاء أن تجلس الحكومة مع السلطة المحلية، أن تجلس كل الأطراف للعمل بفريق بروح الفريق الواحد بحل هذه المشكلة، لكن كل الأطراف هذه صمتت خلال فترة الصيف، خلال فترة الشتاء الماضي. طيب تذكروا جميعا أن هناك مشكلة وأن هناك كهرباء بحاجة إلى معونة وبحاجة إلى نهضة، وتحدث الجميع وتبادل الاتهامات. أنا شخصيا لست مع أن تتهم الحكومة السلطة المحلية بالتقصير، ولست أيضا مع أن تتهم السلطة المحلية الحكومة بالتقصير، لا. أنا أدرك أن الحكومة لديها الكثير من التقصير وهي مجبرة بكثير من الواجبات داخل عدن. السلطة المحلية كسلطة تنفيذية هي أيضا عليها الكثير من الواجبات
التي يجب أن تقوم بها. لذلك فإن أي إخلال بالواجبات من قبل السلطة المحلية أو من قبل الحكومة الشرعية هو إخلال يضر بحياة الناس. الحل في عدن هي أن تتحرك الحكومة الشرعية برئاسة بندق أولا قبل كل شيء. هذا مسؤولية لا أنا أستطيع. نعم قبل أن نصل للحلول أستاذ فتحي، يعني نؤجل مسألة الحلول سواء التي تقع على عاتق السلطة المحلية بما فيها المحافظ والتي تقع على رئاسة حكومة يعني بن دغر، ولكن قبل ذلك يعني هناك نلاحظ ونتابع أيضا ضعف تكامل ربما وفجوة حاصلة بين الحكومة والمحافظ لا يستطيع أحد إنكارها، كيف تفسر هذه الفجوة؟ هي ليست فجوة، هو صراع حقيقي، صراع على السلطة بين الطرفين، صراع طرفه الأول السلطة المحلية وطرفه الثاني حكومة بن دغر وسلطة معاشية. على ماذا يتصارعون إذا كان يعني كل واحد عمله موجه؟ يعني هل الحكومة ستصارع السلطة المحلية على عملها؟ يعني هناك أيضا حلقة مفقودة، على ماذا يتصارعون؟ هم يعملون في نفس الاتجاه وكل جهة أعمالها محددة وواضحة. بالضبط، هذا السؤال الذي نحن نسأله أساسا في عدن. نحن المواطنين نسأل على ماذا يتصارع هؤلاء. يعني عدن للأسف شديد وضعها سيء ووضعها صعب وأهاليها يعانون بشكل كبير، فعلى ما يتصارع هؤلاء؟ يعني احنا في الأخير احنا الضحايا، أنا المواطن ضحية، الآلاف من المرضى في المستشفيات في المنازل هم الضحايا. نحن لسنا بحاجة لأن يتصارع هؤلاء، نحن بحاجة لأن يتوحد هؤلاء ويتكاتفوا وأن يعملوا بشكل جيد لصالح عدن. للأسف شديد هذه الحلقة هي مفقودة حتى اللحظة، الكل له أجهزة سياسية ويحاول تنفيذها، لكن هذا الصراع للأسف شديد انعكس على حال المواطن. نحن بحاجة أن تجلس الحكومة الشرعية وأن تجلس السلطة المحلية على طاولة واحدة، وأن يطرحوا ملف الكهرباء وأن يعملوا بشكل منظم ومجتهد وأن يسعى الجميع لحل هذه المشكلة. ما لم فأننا سنواصل الشفافة. تحدث المحافظ شاكيا عن وضع سيء الكهرباء، ستتحدث الحكومة وستفرض وثائق طويلة عريضة أنها قدمت الملايين، وفي الأخير المواطن بدلا من أن يذهب للحديث أو البحث عن حل لمشكلة الكهرباء سيذهب الحديث عن من المسؤول، هل هي السلطة المحلية، هل هو الحكومة الشرعية، هل هو وزير الكهرباء، هل هو وزير ما أدري إيش. لا، نحن بحاجة أن ننسى كل هذه الأشياء وأن تجلس كل الأطراف هذه لحل مشكلة الكهرباء. وضع حالي عدن هناك مشكلة خلال الصيف وهي حاليا نعيشها اللحظة، لكن السؤال أكثر أهمية، هل ستتكامل الجهود بين السلطة المحلية وبين حكومة بن دغر لأجل إخراج الناس من مشكلتها؟ هذا أنا ما أتمنى أن أراه خلال الفترة القادمة، وأن تتوقف المنافسات بين الطرفين وأن يسعوا لحل مشكلة الكهرباء. ما دون ذلك فنحن سنغرق الأسفلين في صراع طويل بين الطرفين لن ينتهي. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ فتحي أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية بعدن. مساء الخير أستاذ نزار. مساء النور، أهلا بك وبضيفك الكريم. أهلا بك معنا أستاذ نزار. بين الحكومة اليوم ذكر مبالغ كبيرة يعني تم ذكرها قدمتها الحكومة لدعم كهرباء عدن، هل ما تم أو ما ذكرته الحكومة حدث فعليا أو سلم فعليا للسلطة المحلية؟ طبعا هذه الأموال لم تسلم مباشرة للسلطات المحلية وكان البيان واضحا، ولكن للأسف يراد للمواطن فقط أن يكون ضحية، وهذه ليست المرة الأولى ولا الثانية ولن تكون. أين ذهبت؟ يعني هل يعني كما وضح البيان يعني ذهب مبلغ للإصلاح ومبلغ لإعادة التشغيل ومبلغ للصيانة وهكذا، هل ذهبت فعلا إلى هنا؟ سيدتي العزيزة، ليس هذا هو الموضوع الأساسي. المبالغ هذه نعتبرها مبالغ تشغيلية للمحطات، المحطات قائمة وبالتالي تحتاج إلى الوقود وتحتاج إلى الصيانة، وهذا واجب الحكومة أن تقوم بدعمها بما تراه مناسبا حسب الخطط التي ترفعها المؤسسة العامة للكهرباء. ليس هذا هو محور الحديث، محور الحديث هو عن العجز الموجود حاليا في الطاقة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة. ماذا علينا جميعا أن نفعل لكي تنتهي هذه المهزلة الحاصلة لأكثر من سنتين ونحن نبرر هذا العدد؟ هذا غير صحيح. أستاذ نزار، يعني دعنا نتحدث بلغة المواطن أستاذ نزار حتى يعني يفهم أين هي المشكلة. أود منك أن تقولي أين هي المشكلة بالضبط. المشكلة الرئيسية أن هناك عجز في الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن وفي بعض المحافظات المحررة، الكل يعلم بهذا العجز. نعم.
حاليا الطاقة التوليدية في المحطات المتواجدة حاليا لا تتعدى 150 ميجا وات، بينما الاستهلاك الفعلي يتجاوز 350 إلى 400 ميجا. والصيف سيأتي والتضخم السكاني كما يعلم الجميع، عدن باتت عاصمة للجميع وهناك إقبال شديد عليها، وبالتالي هناك أيضا نمو سكاني يجب أن يكون في الحسبان، وبالتالي لابد أن تكون الحكومة على وعي مستمر، والرئاسة أيضا قد ناشدت من قبل بعمل محطات استراتيجية. قيمة سنتين لم تنشأ هذه المحطات، وبالتالي العجز ظل موجودا، وللأسف المواطن هو الضحية كالعادة. لا يمكن أن نستمر في هذا التبرير الواهي، من العيب والعار أن تكتفي الحكومة بالتبرير أو نحن كذلك، وكأننا لا نعيش في عدن ولا نستوي بنار الانتفاءات المستمرة. واجبنا جميعا كسلطة محلية والحكومة أن ينتشل هذه المؤسسات العامة وأن ندعمها لتقف على أقدامها، وهذا واجبنا جميعا، يجب أن نوفر لها الإمكانيات لتنهض. يعني المطلوب الآن أستاذ زيادة سعة الطاقة الكهربائية، هل المطلوب الآن زيادة السعة الكهربائية؟ بكل تأكيد هذا واجب الحكومة أن تخرج الدراسات التي تؤكد أن عدن لا تكفي الطاقة الحالية للاستهلاك، هناك عجز يتجاوز 200 إلى 300 ميجا وات. ماذا سنعمل لهذا لنغطي هذا العجز؟ هناك لابد أن تنشأ محطة استراتيجية، ويجب أن كانت أن تنشأ من قبل أكثر من سنة. لا يجب أن نتكلم في فترة الصيف أننا سنعمل حلول ترقيعية أو طاقة مشتراة، هذا الأمر غير صحيح. لا يجب أن نعتمد فقط على المحاولات الإسعافية أو الطارئة، هذا ليس حل جذري للمشكلة، ستستمر المشكلة. وطالبة السلطة المحلية دائما أن يكون هناك أولويات مطلقة لتعزيز الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن، وليس هذا فقط، ولكن هناك ملفات كثيرة جدا، منها ملف إعادة الإعمار في العاصمة عدن، وأيضا المياه والصرف الصحي والطرقات، ملفات كثيرة جدا يتوجب على الجميع أن ينهض بعدن كعاصمة يفتخر بها الجميع، ولا يجب أن يلتفتوا ويتمنوا فقط أن يكون هناك ضغط على المواطنين فقط لمحاولات سياسية للأسف لا نتمناها أن تحدث. نعم، إذن يعني المحافظ ذكر في مؤتمره الصحفي اليوم أن هناك قوة في الحكومة لا تريد لهذا الملف أن ينجز تصنع أزمات الكهرباء، لما يعني وتحدث عن قوة سياسية معروفة، لما لا يكون أكثر شفافية مع الناس طالما وقد هناك يعني مؤتمر صحفي ويكشف هذه الجهات التي تعرقل هذا الملف؟ الأمر لا يحتاج إلى شفافية، يحتاج إلى وضوح مطلق. معنا هنا وزير للكهرباء، ماذا عمل وزير الكهرباء لتتحسن خدمة الكهرباء في العاصمة عدن وفي المحافظات المحررة؟ نحن عاصمة، أطلقت على عدن عاصمة وللأسف لا زالت قرية، يراد لها أن تبقى قرية وهذا غير صحيح. نعم، إذن يعني لو تساءل المواطن، يعني نستمع لدعم الدول التحالف في موضوع كهرباء عدن، أين يذهب هذا الدعم أستاذ نزار؟ هنا يجب أن نتساءل أين يذهب الدعم؟ الدعم يذهب إلى جهات معينة في الدولة، لا يمكن أن من هي هذه الجهات؟ التحالف العربي. الكل يعلم أن هناك وزراء حاليا متواجدين في العاصمة عدن، هم من يشرف على هذه الأمور، وبالتالي لا يجب أن تكون هناك أولويات، بدلا أن نتحصل على أموال طائلة ونذهب باتجاهات معينة، يجب أن نضعها بالأولويات التي تحتاجها العاصمة عدن فعليا، وعلى حسب ما تراه السلطة المحلية. السلطة المحلية هي اللي أن تناشد دائما أن تكون هناك أولوية للطاقة الكهربائية، ولكن تظل الأمور معلقة إلى أن تأتي فترة الصيف، وبالتالي يجرون إلى مربع الطاقة المشتراة، وهذا ما لا نريده جميعا. هذه الطاقة للأسف هي منهكة للدولة ومنهكة للمؤسسة العامة للكهرباء، وللأسف هي فائدة فقط للتجار وليست للدولة، وهذا من العيب علينا أن نقبل. طيب أستاذ نزار، يعني أخيرا بعد المؤتمر الصحفي وبعد بيان الحكومة التي يعني تحدث أنه مجرد أرقام لي يعني مبالغ تشغيلية وليس لأداء حقيقي لتحسين الطاقة الكهربائية في عدن، يعني ما الذي تتوقع أن يحدث؟ هل هناك ردود فعل حالية لإصلاح، أو هل وصلت الرسالة المعنية لمن يهمه الأمر؟ بكل تأكيد، وهذا ما يجب عليه، أن يكون الأمور بشفافية مطلقة. واجبنا جميعا أن نعمل لأجل المواطن، أن نخدم المواطن فقط، لا يجب أن نضع المواطن هو الضحية فقط بين هذه التبريرات الواهية. أنا متأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لعمل حلول جذرية، ومن جانبنا أيضا في السلطة المحلية نحن ناشدنا الدول التحالف العربي وأيضا المنظمات الدولية أن تدعمنا بما تستطيع
لنوفر خدمة الكهرباء للمواطنين. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية بعدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، استمعت لحديث الأستاذ نزار، أتمنى أن يكون يعني صوته واضحا بالنسبة لك. يعني تحدث عن أن المشكلة الحقيقية هي ضرورة زيادة الطاقة الكهربائية في عدن، هناك عجز 200 إلى 300 ميجاوات، يعني خلال عامين لم تستطع الحكومة زيادة أو استيعاب هذا الفرق، خاصة يعني فعلا ونحن نتحدث عن عاصمة مؤقتة، نتحدث عن زيادة عدد السكان، نتحدث عن نمو سكاني بحكم أنها أصبحت الآن منطقة محررة، يعني لما الانتظار حتى قبل الصيف ثم نكتشف أن هناك خلل في كهرباء عدن؟ الحقيقة مثل ما أسلفت قبل قليل، إدارة اللواء الجوري جاءت مشكلة في مؤسسات الكهرباء، مشكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية في عدن. هذه المشكلة لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل اللواء الجوري أن يسري عنها بالمطلق. المشكلة هنا هي تتمثل في أن الكهرباء أساسا مشكلة قديمة في عدن، حدثت قبل سنوات من اليوم وتطورت وأصبحت للأسف الشديد مشكلة كبيرة يعاني منها كل في عدن. كل الحكومات المتعاقبة في عدن لم تستطع إنجاز ملف الكهرباء أو تحريك هذا الملف حتى اللحظة. لذلك المطلوب هو في الأساس أن تتحرك الحكومة في المقام الأول، تتحرك الحكومة الشرعية بالضغط وأن تسعى لإصلاح قطاع الكهرباء، أن تقوم بكل واجباتها تجاه هذا القطاع بتوفير طاقة حقيقية تسد حتى العجز الواقع في عدن. في حال ما تحركت حكومة بن دغر وفرت طاقة حقيقية يمكن أن تغطي حالة العجز في عدن، هنا أستطيع أن أقول أننا سننتقل إلى المرحلة الثانية وهي محاسبة إدارة اللواء الجوري عن الوضع العام في عدن. لكن أيضا في هذه النقطة أنا أيضا أطالب إدارة الزبيدي بصفة محافظة عدن أن يتحرك في قطاع الكهرباء في عدن، على الأقل مثلا لمراقبة الاختلالات في مؤسسة الكهرباء، لمراقبة الأعطال الموجودة، لإصلاح بعض الأعطال الموجودة، لا ليس فقط الانتظار ماذا ستقدم الحكومة لنا في عدن، لا الحكومة الملزمة هي أن تقدم الناس الطاقة الكاملة لعدن، وهذا من أهم الاحتياجات المدينة ومن أهم المطالب للناس ومن أبرز الشروط او ما يفترض ان تقوم به الحكومه. لكن في المقام الثاني يجب ان تتحرك ايضا اداره الزبيدي، ان تكون عنصر فاعل في هذا الملف، لا ان تنتظر ما الذي ستقدمه الحكومه. يجب ان نتحرك، على الاقل ان يتحرك لدى دول التحالف، ان تتحرك شخصيا هو كاداره، ان يمارس حاله من الضغط على الحكومه خلال فتره الشتاء، على الاقل خلال قبل اشهر، لا ان ينتظر حتى اللحظه ثم يخرج للناس يقول للناس ان هناك حاله من العجز في مؤسسه الكهرباء. كلنا نعرف هذه الاشياء، كلنا نعرف مشاكل عدن. الناس تبحث عن حلول في عدن، انا وانت والمواطن البسيط وكل الناس تبحث عن حلول، لا تبحث عن شخص يقول للناس ان لديه مشكله. المشاكل انا شخصيا اعرفها وكل مواطن، الكل يبحث عن ما هو الحل الممكن لمشكله الكهرباء في عدن. هناك جزئية مهمة جدا يجب التوقف أمامها، أن هناك أيضا حالة فساد كبيرة في محطات الكهرباء في عدن. اليوم مثلا محطة الكهرباء في عدن أو نقول أغلب، نعم نأخذ هذه التفاصيل. نعم أستاذ فتحي، أعود إليك نعم. لأخذ هذه التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصل القصير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ فتحي. استاذ فتحي، كنت قبل الفاصل تود ان تحدثنا على بعض الامثله التي يعني او الاختلالات التي في كهرباء عدن، تفضل. مثل ما اسلفت لك قبل الفاصل، بعض الاختلالات مثلا في محطات الكهرباء في عدن، الكثير من المحطات تعمل حاليا او الغرب او المسألة تعمل بالديزل، لكن الكثير من المحطات لا استطيع ان اقول انه يجب على حكومه بن دغر ان تاتي بتمارس الدور الرقابي. هذه نقطه اولى، كان يجب ان السلطه المحليه ان تمارس هذا الدور
الذي لم تمرش حتى اللحظة. أيضا هناك الكثير من المولدات في محطات الكهرباء في عدن متوقفة، عن مثلا محطة الملعب فيها أكثر من 250 مولد، حتى اليوم يشتغل فيها 17 مولد، أكثر من 20 مولد أو 25 مولد هي خارجة عن العمل بسبب أعطال بسيطة جدا. لا يعقل أن نأتي من السلطة المحلية ويقول للناس أن هذه الأعطال إصلاحها أو نأتي رئيس هذه الإصلاح، لا بالمطلق. نكون واقعيين ونقول أنه نعم على حكومة ينضغط الكثير من الإلزامات ويجب أن تقوم بها، لكن أيضا على السلطة المحلية، على مسؤولي الكهرباء، علينا نحن كصحفيين، على المواطن أن يقوم بدوره. في الأخير هذه مدينتنا وهذه مؤسساتنا، إذا لم يعمل كل طرف من الأطراف لإصلاح الخلل الذي يراه أمامه، أعتقد أننا لن نتطور أو لن نمضي إلى الأمام. المشكلة في عدن في الأساس هي أن كل الأطراف تحاول أن تلمي الاتهام على الطرف الآخر، السلطة المحلية تلمي الاتهام على يعني أستاذ فتحي لي ضرب مثال، مثلا يعني البيان الذي أصدرته الحكومة، هناك أرقام كبيرة صرحت بها الحكومة أنها دفعتها لأعمال صيانة المولدات وتموين أيضا المحطات بالمواد البترولية وغيرها، يعني إذا فعلا تم صرف هذه المبالغ على أرض الواقع، يعني هل هناك ما زال احتياج أكثر؟ أين هي المشكلة إذا ما تم يعني تحسين أداء الكهرباء بأعمال الصيانة تموين المحطات؟ هل فقط أنه لم تزد يعني سعة الطاقة الكهربائية؟ طبعا هنا مربط الفرس الذي يمكن التوقف أمام الحكومة. تقول أنها طبعا بحسب البيان الذي نشرته أنها صرفت مئات الملايين الدولارات عشرات أو مئات الملايين من الريالات في اليمن. أنا تحدثت إلى مسؤولين في الكهرباء وأكدوا أن البيان صحيح 100%، لكن السلطة المحلية لا صلة لها لهذا الموضوع. لماذا؟ لأن كل طرف من الأطراف يعمل على حدة، الحكومة تصرف على مؤسسة الكهرباء، السلطة المحلية لا تشوف على مؤسسة الكهرباء، مؤسسة الكهرباء تعاني الكثير من الفساد المالي والإداري، وبالتالي كل طرف يشتغل على هواه. لدينا وثائق بأنه صرفت مئات الملايين من الريالات ومن الدولارات، لكن الواقع هل فعلا هذه الأموال فعلا سلمت إلى مؤسسة الكهرباء مثلا؟ هل صرفت أساسا على المحطات التبريد، على محطات الصيانة؟ هل هذا كان شيء واقع أساسا كي ينعكس على واقع الناس؟ إذا أنا كمواطن مثلا حينما أقرأ كل هذه الكشوفات وكل هذه الأموال، في الأخير أنا أنظر إلى التيار الكهربائي، إذا لم يتحسن معنى أن هذه الأموال ربما لم تذهب لمؤسسة الكهرباء، ربما صرفت بشكل عبثي، ربما ضاعت في الفساد. لكن في الأخير لو أن الحكومة أساسا تعمل تنسيق مع السلطة المحلية والسلطة المنسقة مع مؤسسة الكهرباء والثلاثة يعملون ضمن إطار واحد، أعتقد أن الفلوس هذه التي صرفت أساسا كان يجب أن تنعكس على حال الكهرباء، وحال الكهرباء ينعكس على حال المواطن. لكن نعم. في الأخير الناس يقرؤون أرقام خيالية، لكن هل انعكس هذا على وضع الكهرباء؟ بالتأكيد لا لم ينعكس شيء. لذا الحلقة المفقودة هي العلاقة بين الثلاثة الأطراف، هي علاقة للأسف الشديد مرتبكة، علاقة شائكة، علاقة انعدام الثقة. كل الأطراف لا تعمل بشكل توافق، ولا تعمل بشكل منسجم، لقيتها تحارب بعضها البعض. نعم، ماذا عن يعني الستين واط التي قيل بأنها ستدخل الخدمة بعد حوالي أسبوعين؟ هل يعني تخفف قليلا من المشكلة، رغم أننا سمعنا يعني المتحدث باسم السلطة المحلية الأستاذ نزار يقول أن الفارق 200 إلى 300 ميجاوات يعني ما تحتاجه عدن الآن؟ ربما 500 ميجاوات يتم تغطية بشكل حقيقي، لكن دعيني تحدثك عن 60 ميجاوات، تحدثك عن 100 ميجاوات التي اشترتها الحكومة مؤخرا، أو قاتلنا اشترتها من شركة الطاقة المستأجرة، هي شركة السعودية. الطاقة المستأجرة هذه هي أساس تحقيقي في مؤسسة الكهرباء، في وزارة الكهرباء، في الحكومة نفسها. الوزير يستثمر أو يقتني يذهب إلى صفقات الطاقة المشتركة. الطاقة المشتركة هي 100 ميجاوات ومدة 6 أشهر. نعم. ليست حلاً بالمطلق، هي مجرد
تأجيل بسيط وبسيط تحسين جدا طفيف. نعم إذن طويلة الأمد، هذه نقطة الميجاوات. نعم إذن اسمح لي أستاذ فتحي يعني أن أشارك معنا في هذا الحوار الأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء من جنيف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك أخي العزيز. أهلا بك أستاذ غمدان. بداية يعني السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا زالت العاصمة عدن تعيش في الظلام رغم مرور سنتين على تحريرها؟ في حقيقة الأمر مشكلة الكهرباء هي طبعا المشكلة الشائكة الآن في العاصمة وقت عدن وفي كثير من المحافظات، وهي المشكلة ومشكلة الكهرباء ليست تولدت اللحظة، وإنما المشكلة هذا تراكمت منذ سنوات من طويلة. محطة الحسوة وأنت تعرف جيدا تعدى عليها 31 عام، هناك مشكلات كبيرة، وتشكلت هذه المشكلات بعد انقلاب الحوثي وصالح على السلطة ودخوله إلى العاصمة، عدم تدمير أكثر مؤسساتها. الحكومة ورثت كم كبير من التراكمات وأهمها ملف الكهرباء التي كانت ملف شائك وكبيرا، والحمد لله بذلت جهودا كبيره، لا زالت مشكله الكهرباء موجوده لحد اليوم، ولكن هناك حلول ليست استراتيجيه وانما حلول مؤقته، ولكن لدينا حلول استراتيجيه تكمن في انشاء محطه 1000 ميجا وات، وقد تم اعداد دراسه لهذه المحطه. طبعا لدينا نعم الحديث عن انشاء محطه استاذ غمدان يعني والصيف على الابواب ربما يعني حلم جميل نستطيع يعني ان ندخل به المواطنين في عدن، المواطن في عدن في نهايه الامر يعني رغم وجود تصريح الحكومه بخصوص الكهرباء ذكرت ارقام هائله لمساله الصيانه والتمويل ايضا بالمشتقات، ومع ذلك لم ترتفع عدد ساعات يعني العمل في الكهرباء في نهايه الامر. اسمح لي استاذ غمدان، يعني في نهايه الامر المواطن لن يستفيد شيئا من البيان الذي صدر، هو يعني يكتفي هل اللمبه مشغله او لا، هذا هو يعني اداء الحكومه بالنسبه له. حددنا اخي العزيز، نحن في الحكومه حددنا باليوم وبالتاريخ وبالساعه، كنا في 10 مايو سوف في 10 مايو سوف يدخل 60 ميجا وهي المنحه القطريه المقدمه، وتم الاعداد منها مبكرا، هناك 100 ميجا سوف يتم دخولها قبل شهر رمضان المبارك باربعه ايام، خلال شهر رمضان عفوا حتى يعني نمضي عن 60 ميجا بعد اسبوعين، كم بعد في بدايه رمضان؟ يعني قبل بدايه رمضان باربعه ايام سوف يتم ادخال 100 ميجا وات، وهي الطاقه المستراحه التي تم اعلان عن مناقشه شفافه وتم التوقيع على العقد، وكانت هناك اربع اسابيع من يوم امس تم التوقيع على هذا العقد، يعني بمعنى انه قبل شهر رمضان باربعه ايام سيتم ادخال 160 ميجا وات، بالاضافه الى ارتفاع محطه الحسوه من 110 الى 210، لدينا 370 ميجا وات هي بحد ذاتها كافيه ان تواجه صيف حار الصيف القادم. نحن نتكلم عن موعد ومحدد، طبعا كذلك الحكومه قامت بتوفير جميع المشتقات النفط مشتقات الوقود النفطيه من الديدن ومازوت لمحطات عدن طيلة الصيف، ودفعنا فلوس دفعنا قيمتها بالدولار الامريكي. نعم. كذلك دفعنا قيمه صيانه الكهرباء 10 مليون دولار، وهذه هي الارقام متاحه لدى مؤسسه العامه للكهرباء، وهي موجوده متاحه لدى الجميع بامكانهم ان يدركوها تماما. نعم اذا 160 وات تقريبا استاذ غمدان يعني ستحل نصف المشكله، لانه قيل بان الاحتياج هو من 200 الى 300 وات عموما، يعني كما قال اليس 370 الاحتياج 370 وات. نعم 370 الذي سيتم تشغيلها قبل شهر رمضان المبارك، وهذا معده مسبقا وجاهزه، وهذا وضعنا احتياطاتنا قبل هذه الامور. صحيح ان هذا غير كافي، ولكن هذه هي الظروف التي تعيشها الحكومه بذلت جهود، والسلطه المحليه كذلك في عدن بذلت الجهود، ولكن هذا المعاناه التي نعيشها اليوم جراء الحرب وجراء الانقلاب ليست يعني كافيه ان نؤسس مشاريع استراتيجيه، ولكن نحن سنظل نبذل كل الجهود، سنظل ندعم كل شيء نحن لا عموما استاذ غمدان. نعم وضحت الفكره، وفي نهايه الامر يعني اليس الصبح بقريب الايام التي ذكرتها هي قريبه، يعني اسبوعين قبل رمضان باربع ايام، نحن سنتابع هذه الميجاواتات التي يعني ستدخل الى محطه تشغيليه الى عدن. اود ان اسالك استاذ غمدان، هناك من يقول ان هناك فجوه بين الحكومه والسلطه المحليه في عدن، ربما ظهرت اكثر من مره وفي المؤتمر الصحفي بالامس كانت واضحه، خصوصا ان محافظ عدن اتهم يعني قوة سياسية موجودة في الحكومة تعرقل ملفات عدن من ضمنها ملف الكهرباء، ما الذي يحدث؟
أخي العزيز لا يمكن أخي العزيز ليس كل ما يظهر في الإعلام هي الحقيقة. لا توجد هناك فجوة بين الحكومة والسلطة المحلية، لا هما يعملان بشكل متكامل. الحكومة عدت مشاريع كبيرة داخل عدن وكانت السلطة المحلية موجودة، السلطة المحلية في كل خطوة تخطوها الحكومة في عدن هي موجودة ممثلة في محافظة المحافظة أو في وكلاء المحافظة. ليس هناك فجوة غير صحيح ما تردد ذلك حكومها في كل مشاريع، وحتى في توقيع 100 ميجا وات في الطاقة المشتراة، وحق الوقود تم توقيعها عن طريق مؤسسة العامة للكهرباء وعن طريق وكيل أول محافظة عدن. لا توجد هناك فجوة ولا، لكن هناك اتهام واضح من قبل محافظ المحافظة يعني، وتحميل الحكومة مسؤولية ما يحدث في عدن. يعني كيف تقول لي لا يوجد فجوة؟ يعني ما الذي يتحدث به محافظ المحافظة؟ لا نعتمد على التصريحات الإعلامية وعلى الكلام الإعلامي بما يحدث، ولكن مثل ما ذكرت لك أن الحكومة والسلطة المحلية متواجدون على الأرض وبينهم تنسيق تام، وهذا ما حدث في بالأول أمس. تم التوقيع نائب وزير الكهرباء من طرف الحكومة هو وكيل أول محافظة عدن أحمد سالمين من طرف السلطة المحلية في عدن. ليس كل ما نأخذ بتصريحات الإعلامية أو نعتبره هو موقف السلطة المحلية لكسب آراء أو جهات أخرى، وإنما السلطة المحلية والحكومة هما في خط واحد لإنهاء هذه المعاناة التي فرضت على المواطن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ غمدان الشريف، سكرتير صاحبي لرئيس الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، سمعت الحديث الأستاذ غمدان يتحدث عن 60 ميجاوات ستدخل بعد أسبوعين، 100 ميجاوات قبل رمضان بأربعة أيام، وهناك أيضا سعي لدخول المزيد من يعني السعة للطاقة الكهربائية. هل يعني تظن أن هذه الخطوات يعني قد تصلح من شأن الكهرباء في عدن، وهل تتوقع أنها فعلا ستكون موجودة؟ أولا أنا أريد أن أعلق على قضية الولايات المتحدة بين الطرفين، وأن هناك نظام موحد، أو لا أدري يتحدث الأستاذ غمدان عن أي واقع مثلا. يعني ما يرى الناس بين الطرفين شيء واضح وحقيقي ومعاش. صحيح أنهم حينما يلتقون يتبادلون قبلات والأحصان، لكن هناك مشكلة، وهذه المشكلة يجب أن تحل، لأنها في الأخير جت فوقنا نحن المواطنين. يعني نحن المواطنين ما عندناش أي عندنا أي فايدة، لا من السلطة المحلية ولا عندنا فايدة من الحكومة البندرة. عندنا إشكال ومعاناة وقت فوق الناس. الأساس يجب الإعتراف أولا بوجود مشكلة بين الطرفين والسعي لحلها، هذا لكي نكون واضحين وصريحين. أما قضية التصريحات أننا في جبهة واحدة وأننا مش عارف، هذا يعني كلام لا يمكن إقناع الجاهل في الشارع. هذه نقطة. النقطة الثانية بخصوص 100 ميجاوات و 60 ميجاوات و 20 ميجاوات و 10 ميجاوات، وخاصة أنه سيأتي لنا مشروع يقولون لدينا ميجاوات واحد لعدم إسعاد. هذه حلول تحقيقية لم تسد المشكلة أكثر، خصوصا أن 100 ميجاوات هي مؤجلة فقط لستة أشهر، وحينما ستخرج عن الخدمة لاحقا ستسبب ضرر أكبر من فائدة. 60 ميجاوات القطرية بحسب مسؤولية الكهرباء تحدثوا أنها تحتاج إلى كمية هائلة ومهولة من الوقود الديزل، وكان أساسا في أعتقد أنه كان أكثر من 60 ميجاوات، بس بسبب ضعف الديزل الموجود أو إمدادة الديزل تكون 60 ميجاوات. نحن نطالب حكومة بندر أساسا بحل جذري لمشكلة الكهرباء أساسا في عدن. حينما تحل حكومة بندر هذه المشكلة نعم، خاصة وأنها يعني مشكلة متراكمة كما تحدث الأستاذ غمدان. يعني هي فعلا أنا أعرف دائما أن عدن تشكي من الكهرباء للأسف الشديد، الحرب أتت على البقية الباقية. بين فترة أخرى أستاذ فتحي، يعني نسمع عن دعم إماراتي، نسمع عن منحة قطرية لدعم الكهرباء، هل كل هذه المنح التي سمعنا بها دخلت الخدمة أم ليس بعد؟ عظيم، هذا السؤال هو أهم سؤال في الحلقة هذه، كان يجب أن وبه نختم. نعم، أساساً أخلاقياً كان يجب على دول التحالف أن تكافئ هذه المدينة في عدن
الذين ضحوا بالمئات من شبابهم لأجل دحر المشروع الفارس الإيراني وما إلى ذلك، ودافعوا عن حدود الجزيرة العربية، دافعوا عن أمن الخليج. كان يجب أن يكفر هذا الشعب المسكين لمحطة كهرباء تقي الناس هذا الحر. يعني جود بالله لو كان عملوها وقت كذا محطات 500 ميجاوات مثلا نقول شكرا شكرا بشكل واضح وخريف، لكن للأسف الشديد نحن نعامل للأسف الشديد أقولها كمتصورين أو كشحاتين أو فاعلين بكذا مسيئة. لم تصل من هذه المنح شيء أستاذ فتحي؟ مجرد دعايات إعلامية يعني؟ لم تقدر جهود عدن، لم تقدر تضحيات أهل عدن، لم تقدر تضحيات أهل الجنوب بالشكل الصحيح. هذه حقيقة أنا أقولها وأنا مسؤول عنها. لم تقدر تضحيات أن تقتلنا خلال الحرب وقاتلنا في حين لم نقع كثيرا وما استسلموا وسلموا جنودهم واحدة في الأولى. المطلوب رد الجميل لعدن، المطلوب رد الجميل للآلاف من شبابنا، المطلوب رد الجميل للآلاف من البنات التي دمرت الحرب، المطلوب رد الجميل لهذا الشعب المسكين. الحكومة للأسف الشديد لم تطرح هذه المظاهر على الأقل لدى دول الحرب العربية بشكل صحيح. السلطة المحلية أيضا القيادة الأثيوبية، وهذه حقيقة أنا سأكون صريح ولا أخطأ، كل هذه القيادات لم تطرح مطالب الناس في عدن أمام دول التحالف بشكل صحيح، لا الحكومة ولا السلطة المحلية. كل الأطراف هذه ذهبت وتطرح مطالب خاصة، كل شخص كل طرف من هذه الأطراف يذهب إلى الإمارات يذهب إلى الرياض ويطرح مطالب خاصة وتحقق المطالب الخاصة مثل ما نعلم. لكن هل أحد من هؤلاء فعلا تحدث بلسان هذا الشعب؟ نعم. هل في أحد تحدث عن معاناة الآلاف من الناس، مئات الآلاف تحترق في منازلها في الحبسات في الشيخ عثمان في الشيخ إسحاق في مناطق كثيرة؟ هذا وضحت الفكرة أستاذ فتحي، للأسف يعني المخرج يشلي بانتهاء الوقت. أتمنى أن تكون رسالتنا وصلت، رسالة المواطن البسيط الذي يتلوى في الحر ويخشى قدوم الصيف كابوس بالنسبة لأهالي عدن. شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر سكايب من عدن. وشكرا أيضا لضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، ولكم أيضا متابعينا الكرام على حسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.